الإشارة في ذلك حديث الإشارة.
عادته في طاعة شديدة. بعد خرابة منه قديم خلفه كم لحم 25 أو 30 سنة إلى ما خرج الطاعة خلونا. لكن هذا يجب في طاعة ثانية. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر وصلى إلى جنبه رجل فلما جلس الرجل بيراه ربعا وثنى بشيء فلما انصرف عبد الله عاب ذلك عليه فقال الرجل فإنك تفعل ذلك فقال عبد الله بن عمر فإني أشتكي كلم بايت عشيق رب العمر وقال بات رأيتك ترفع قال لأنني كنت وجيت لا مانع للإنسان الوجيت كان يصلي دائما فإذا لم يستطع فيصلي قاعدا وحال ما يريد أن يأتي بالفاتحة والسورة يكون متربع ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى قاعدا وتربع حال قراءة الفاتحة والسورة تربع ووقت التشهد يتشهد على الصف الثابت لكن إذا كان فيه وجع وسيضره فلا معنى أن يصلي الإنسان متربعا التشهد لأنه إذا قد أجاز ذلك الله أن يصلي قاعدا إذا كان فيه وجع فبالأولى والأحرى أن يترفع. هذا المتربع يترك وقت ما يسجد يترك من على هكذا إذا ورد وما قدرنا شبكه فنحن نصلي وبعد وقت ما يجب للفاتحة والسورة متربعين لأن الحديث في ربع النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا وكانت صلاته متربعا متربع لأنه على أربعة مربوع هكذا مربع مش مستطيل صح الممدد مستطيل وهو مربع هكذا يعني ما بين هذا وهذا وما بين هذا وهذا مربع مثل الشكل المربع. نفس القرفصة يا قاضي؟ القرفصة؟ تربع القرفصة. شو هذا التربع القرفصة؟ القرفصة هو الاحتباء. شارس القرفصة هو الاحتباء الذي هكذا هكذا المنيعة هذا التربع ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى متربعا. لا يظن شيء ثاني كونه مسترشيبه سلطانه ما مش حلاجه
صلاته أو أنه يكبر وهو قائم ثم ينزل يقرأ الفاتحة، هنا لا يشترط، بل القاعد الذي يصلي قاعد ما استطاع سجوده فليس يكبر تكبيرة الإحرام وهو قاعد فيقول الله أكبر ويقرأ الفاتحة سورة ثم يقول الله أكبر ليركع في أمي ثم يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم إذا استطاع يسجد يستطيع ما يستطيع لستة الغرب يومي إيمان للسجود أخف من الإيمان الذي للركوع إذا أوبال الركوع هكذا في يومي للسجود أدنى منه ماشي يصلي خلفه قائمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته قاعد وهم قائمين والأحاديث ستأتي في باب صلاة الجماعة ونقول عند العلماء اختلفوا في مسألة إمامة القاعد للمؤتمر القائم أو إمامة من لا يستطيع أن يقوم بمن يستطيع أن يقوم. علماء المذهب الهادوي قالوا لا يؤم إلا بمثله، من كان مثل المريض أو عقاب يصلي خلفه، أما القائم فلا يصح أن يصلي خلفه. والجمهور من العلماء قالوا لا مانع أن يصلي من قد كان قاعدا وهو الذي يسموه ناب الصلاة لمن كان قائما، ولكن ما اختلفوا على قولين، منهم من قال أنهم يصلوا خلفه ويبعدوا مثله، ومنهم من قال يصلوا خلفه ويبقوا قائمين لكونهم أصحاب. احتج الذي قالوا أنهم يبعدوا مثل ولو كانوا أصحاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جعش وحصلت فيه جناية في قدمه حينما سقطت به الفرس وجاء بعض أصحابه يزوروه جاء وقت الصلاة فصلى وهو قاعد وهم قائمين وهم قائمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولي إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا، هذا دليل على قول من يقول أنهم يصلوا قاعدين مثله حتى ولو كانوا أصحاب. آخرون قالوا بل يصلوا خلفه وهم قائمون، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس في مرض موته وكان قاعدا وهم قائمون، وهذا الفعل متأخر فالعمل عليه، وهذا كله سيأتي في باب صلاة الجماعة. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسمي عن عبد الله بن عبد الله بن عمر ان رب الاردن كان يرى عبد الله بن عمر يتربى استرى اذا جلس قال ففعلته وانا يومئذ حديث الصدق انا هذه عبد الله وقال انما سنه الصلاه ان تنصب رجلك اليمنى تسديدك اليسرى بالمطرف عندك تلعب ذلك، فقال إن رجلي لا تحملاني. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد
شهرا القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق من كبار التابعين ومن كبار علماء المدينه في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وجهه الايسر ولم يجلس على قدمه ثم قال اراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثني ان ما كان كذلك هذا الذي يسمى التورك. التورك هو ان الانسان يجلس على ورجه ولكن في التشهد المحيي في الصلاة الذي فيها تشهدين، لأن بعضهم يغلط ويقول أن الأحاديث وردت في التورك في التشهد الأخير فيتشهد التشهد الأخير في صلاة الفجر فيتورك، أو في السنة التي هي ركعتين فيتورك، وهذا غير وارد. الوارد في كتب الحديث هو التورك في التشهد الأخير فيما له تشهدا، أما ما كان له تشهد أخير فقط وهو التشهد الوحيد فإنه لا يشرع فيه التورك. وهذا التورك قد ورد في أحاديث صحيحة وقال به بعض علماء أهل البيت، وقد ذكر السيد العلامة محمد ابن إسماعيل الأمين في ثمان المسائل التي عرضها بالمسائل المرضية في اتفاق أهل السنة على سنن الصلاة والزيدية، وقال أن بعض علماء الزيدية أو بعض علماء أهل البيت كانوا يقولون بالتورك، التورك هذا مشروع وهو الذي رجحه الأمير في جميع مؤلفاته والشوكاني في جميع مؤلفاته. الشريعة للصغير والكبير، للرجل والمرأة، للشباب والشيبة، لكل أحد، ولا يخرج أي شخص إلا بدليل خاص. قد يخرج الشيبة إذا ورد حديث أنه لا يتورك، يخرج المرأة إذا ورد حديث بأنها لا تتورك. أما والنبي صلى الله عليه وسلم قد أثارنا بهذا الشريعة، فالشريعة هذه تقول بمشروعية التورك، فينصب الإنسان رجل ويفترش رجل فيما بين السجدتين وفي التشهد الأوسط. أما التشهد الأخير فإنه يسن له سنة أن يتورك. علماء المذهب الهادوي الذي منصوص عليه في الأزهار أن التورك غير مشروع، ومذهب العلماء الهادوية أنه يفرش رجل ويرفع رجل ناصبا للقدم اليمنى فارشا لليسرى في التشهد الأوسط وفي التشهد الأخير سنة هيئة، أما ما بين السجدتين فهو واجب عند علماء المذهب الهادوي. يقول صاحب الأزهار ناصبا للقدم اليمنى فارشا لليسرى فيما بين السجدتين وجوبا وإلا بطلا، ويقول في التشهد الأوسط وفي التشهد الأخير يقول والنصب والفرش هيئة
فكادت لي لماذا وقع الفرج؟ الظاهر أنه وقع الفرج لأن هذا قد قال في بعض الأحاديث تورط لا ندري ما هو السبب. بحثت عن السبب الذي من أجله فرقوا ما بين الفرش والنصب فيما بين السجدتين وما بين التشهد الأوسط والتشهد الأخير. قال علماء المذهب الهادوي أن في التشهد الأوسط والتشهد الأخير هيئة، وأما ما بين السجدتين فهو واجب وإلا بطل. والظاهر أن الكل هيئة، ولم يدل دليل على أن الصلاة تفضل. إذا قد تزاحموا إلى حد أن الإنسان ما عاد يستطيع شيء يتورك، ما مش مانع إلا يتورك عنه عبارة عن سن فقط. باب التشهد في الصلاة. حتى ذني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد الجاري اضبطوه عن عبد الرحمن بن عبد ثم اضرب الجاري. الجاري صفة للعبد، وهذا الراوي اسمه عبد الرحمن واسم والده عبد، وهو منتسب الى قبيله الدار، ولهذا نقول عن عبد الرحمن ابن عبد هكذا. ثم قولوا الجاري ذي اسمه، ولا تتوهموا انه ابن عبد الجاري مثل ابن عبد الباري مثلا، لأن الجاري ليس اسمه من أسماء الله سبحانه وتعالى، إنما هي نسبة الراوي إلى قبيلة اسمها قبيلة الجار. ولهذا قولوا عن عبد الرحمن بن عبد ثم قولوا الجاري أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول قولوا التحيات لله، الزاهيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولتعهد النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد عدة صفات، واحد منهم هذا الحديث الذي بالرواية عمر بن الخطاب، ويسمى عند العلماء تشهد عمر، أي تشهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عمر بن الخطاب، وقد اختاره علماء المذهب المالكي. علماء المذهب المالكي يتشهدون بهذا التشهد، التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله. المالكية يأتون بهذا، ويسمى عند العلماء هذا تشهد عمر، أي تشهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واختاره المالكية. الحنفية اختاروا اسم آخر رواها عبد الله بن مسعود، ويسموه
مسعود، والشافعية اختاروا تشاهد يشبه تشاهد ابن عباس، اي الذي رواه ابن عباس. هذا كله جائز، كلها ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعارض في افعاله صلى الله عليه وسلم. الانسان يتشهد باي نوع من انواع التشهد الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما علماء الهادويه فقد اختاروا التشهد البروي عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب، وسموه تشهد علي، وهو بسم الله وبالله والحمد لله والاسماء الحسنى كلها لله الى اخره، اشهد ان لا اله الا الله. هذا وارد في ابالي احمد بن عيسى، ووارد في مجموع زيد بن علي، وفي الجامع الكافي، وفي التجريد وغيره، وهو سموه التشهد عليا. وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يتشهد فيقول بسم الله التحيات لله الصلوات لله الزاكيات لله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، شهدت أن لا إله إلا الله، شهدت أن محمدا رسول الله. يقول هذا في الركعتين الأولين، ويدعو إذا قضى تشهده. هذا مذهب عبد الله بن عمر، أنه يشرع الدعاء في التشهد الأوسط، لما بدلوا فإذا جلس في آخر صلاته تشهد كذلك أيضا، إلا أنه يقدم التشهد ثم يدعو لما بكى الله له. فإذا كفى تشهد وأراد أن يسلم قال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم عن يمينه، ثم يرفع الإمام فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه. هذا رأي لعبد الله بن عمر، وأخذ به الإمام مالك، والمالكيين لا يسلموه إلا تسليم واحد فقط، ولا يسلموه تسليمتين. أما الشافعية والحنفية والحنبلية والزيدية فإنهم يصلون تسليمتين، يسلموا تسليمتين. هذا هو مذهب مالك، وهو رأي لعبد الله بن عمر، كما أن رأي عبد الله بن عمر الدعاء في آخر التشهد الأوسط، والعلماء الآخرين يقولون لا يشرع الدعاء إلا في آخر التشهد الأخير، أما التشهد الأوسط فلم يروى عنه، ولهذا يختصرون ويسكرون حتى قد لا نتمكن من أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط. دعتهم إلى دوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقول الإمام بسرعة، لأنه ورد في الحديث الذي قرأناه في سنن أبي داود أنه كأن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختصر، كان يقسم التشهد الأوسط كأنه باب على مفض على الرفض، يعني على الحجاء الحامية. قالوا فينبغي أن نختصره فيقول بسرعة، لكننا نقول هو سبيل بالنسبة إلى التشهد الذي كان يتشهده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا مانع أن نقول في التشهد الأوسط أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نأتي بأخصر، لأن الأدلة الدالة
وحق التشاهد لم تقيد التشاهد الأخير، بل هي مضربة في التشاهد الأوسط وفي التشاهد الأخير. فعلى رأيي أنه يشرع في التشاهد الأوسط أن يصلي الإنسان على النبي بسورة مختصرة، فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذا قد كافية. وأما قولهم أنه ينبغي أن يكون صغيرا فهو صغير بالنسبة إلى ما كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم. هذه تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بالتشهد ويصل إلى قوله في التشهد الأخير إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم كان النبي يتعوذ من أربعة فيقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب الجنة، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة الدجال. ذهب العلماء إلى مشروعية، حتى أن طاووس اليماني كان يجعلها شرط من شروط صحة الصلاة أو واجب من واجبات الصلاة، حتى قال لولده هل تعوذت في التشهد الأخير بالأربع؟ قال لا، قال قم فأعد صلاتك وتعوذ من الأربع، اللهم إني أعوذ بك من عذاب الجنة وعذاب النار وأعوذ بك من فتنة الحياة والممات ومن فتنة المسيح الدجال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بها، ثم بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ورد في صحيح مسلم حديث عليا، اللهم اغفر لي ما كتبت وما اخرت وما اسرت وما اعلمت وما انت اعلم به مني، انت المقدم وانت المؤخر، لا اله الا انت. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ان العلماء استحسنوا ان يقول الابتداء، اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت، فاغفر لي مغفره انك انت الغفور الرحيم. لانه ورد في صحيح البخاري ومسلم ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دعاء يدعو به في الصلاه، علمني يا رسول الله دعاء ادعو به في الصلاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم اني ترك نفسي الى اخره، لكن ما قلش التشهد الاخير، لكن العلماء استحسنوا. ثم جاء في الاحاديث الصحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو المصلي في اخر التشهد الاخير بما احب ان يدعو به من خير الدنيا والآخرة. وبناء على ذلك التشهد الأوسط الذي أضيف إليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما يطولش بالنسبة إلى أننا سنتعوذ بالأربع ثم نقول اللهم اغفر لي ما قدمت إلى آخره، ثم بعد ذلك ندعو بما أحب أن ندعو من خير الدنيا والآخرة ثم نسلم. والخلاصة أنه ولا سيما أن الإنسان يقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان البخيل مثل قرطعة عنده فلم يصلي الأيام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أن يذكروا اسمه الشريف يشرح لهم أن يصلوا النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن قد قلنا في التشهد الأوسط أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا يضر أن أشهد أقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لا عدد ما تشترد فيها الصلاة ولا لا يدخل ما أقيم منها أبدا لو ما تنفك وما عدا المعنى.
إذا الإنسان سيستطيع أن يديها الصلاة الإبراهيمية إذا كان الإمام في طول التشهد الأوسط أو كان الإمام في التشهد الأخير وأنت في التشهد الأوسط لأنك جئت بالركعة الثالثة والرابعة هو يأتي بالتشهد الأخير وأنت آتي التشهد الأوسط لأنك ما قد ركعت إلا ركعتين آتي بالصلاة الإبراهيمية إلى آخره. أما إذا كنت خلف إمام وقد قام فلا ينبغي أن تأتي بشيء لأن متابعة الإمام واجبة. إن استطعت تقول اللهم صل على محمد وآل محمد فاعملها، وإن لم تستطع فقم ولو لم تأتي بها. لماذا؟ لأن متابعة الإمام واجبة. واحد مثل
لكن من يريد أن يستفتح فليستفتح بالحديث المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدتها بين المشرق والمغرب. إلى ما Thank you.
الصحيح فهي طابعة للإمام، أما المعتاد فليست له طابعة، ولذلك يقعد معه وجوبا، لأن متابعة الإمام واجبة. لكن هل يقول التحيات لله وغيره؟ هل يتشهد بفمه وينطق بالتشهد؟ التشهد الأول والتشهد الثاني؟ هذا محل دراسة بين العلماء، فمن العلماء من قال يحصل من السكوت حتى يرد أمر من النبي. النبي ما دلنا نقول التحيات لله إلا في التشهد ما بين الركعتين والركعتين الثانية، أو في آخر الصلاة بعد أربع ركعات، أو في المغرب بعد ثلاث ركعات، ولم يكن لنا أن إحنا نتشهد أبدا. قال لنا أن إحنا نسبح، وقال لنا أن إحنا نتوجه، وقال لنا نقرأ الفاتحة وسورة، وقال لنا لكن هذا لم يكن لنا. المسألة محل وجهة، أنا متوقف لا أستطيع أن أقول على المشروع لهذا المؤتام أن يتشهد، لأنه لا يبقى فارغ بل يشغل وقته بذكر الله، ويحتمل أننا نقول أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن نصلي على النبي إلا في التشهد وهو ما بين الركعتين أو في آخر الصلاة، وهذا لم يرد. فنرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مسألة توقيفية، هذه المسألة لم يرد فيها نص صريح. يا قاضي، لكن لم يرد فيها نص صريح مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا أنه كان محل اجتهاد للعلماء، ومن العلماء من اجتهاد وكان يسقط لأن القصر السكوت، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما كلنا أنك ما نسبح هذا السجود، وكلنا تسبح عند الركوع قال لنا نقول ربنا لك الحمد الغنى، وقال لنا في التشهد الاوسط اننا نتشهد، وفي التشهد الاخير اننا نتشهد وندعو، وقال لنا اننا نقرا الفاتحه وسوره او ايه. هذا لم يرد، عين لم يرد، واما صحته فنسكت. هذا راي بعض العلماء، وبعض العلماء كان في هذا الوقت يغنم الإنسان الوقت ويشغل نفسه بطاعة فيسأل فيتشهد، والله أعلم. قال الهمت، ورد نص عام إذا سمعتم بالإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذن فما أدركتم لا يكون عام بالنسبة لهنا في هذا المسألة، لأنه ما عموم، لكن الذي قال أن نحن نتشهد ولا قال لا نتشهد. المسألة لا تزال في حين التوقف الاجتهادية. أفضل مسجد ويقعد ونقعد ويركع ونركع، هل قال لا نقول التحيات لله؟ بالنسبة لي كان رأيه
أنه لا يضيع الوقت في غير دين الله، فيرى ويحفظ رأيه ويعمل بإجتهاد. ومن كان رأيه أن المسألة تحتاج إلى دليل صحيح فليتحقق ويسكت. من الذي قال بالسكوت؟ من الذي قال بالسكوت؟ الشوكاني كأنه قال بالسكوت أو كذا؟ هذا المسألة دائما تخطر في بالي وكثيرا ما أسأل عنه. هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أننا نتشهد، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى هو قال بالسكوت. ما لا بين قول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم.
أشياء تابعة فقط لا تخالف فيما هو شيء بخصوص الإمام وعلى المؤتم أن يتابع. أما في الأشياء التي للإنسان نفسه كل واحد يتشاهد إثباتها وكل واحد يضع يد إثباتها وكل واحد يقول إثباتها شرع الله لمن عنده. بعضهم يقول ربنا لك الحمد وبعضهم يقول سمع الله لمن عنده ربنا لك الحمد. شد يوم أكده في المخالف ما أحد الله يا قال محمد. طيب الركعة بعد الركعة المؤتم سجدتين ماذا تحسب السجدتين هذه؟ سجدتين ما لم يتبع الركعة السؤال الأول السجدتين سجدتين ماذا تسلم هذا لو ما يجب تطلب محمد ولكنها البركة هذه اجتماع الأستاذ عبد الرحمن والبركة التي اجتماع الأستاذ عبد الحميد يتنتن ورق لكالوهن حول موضوع السجدين الذي تكلمنا بها قبل الحرب العالمية. ولكن احنا قلنا له لو ما يجي ويدراهن الدكتور ويرجع رأيه وذو كل واحد يأتي برأيه. يا قاضي أليس الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي وهذا يأتي على صفة الوجود في هذا الكتاب؟ ها؟ صلوا كما رأيتموني أصلي وبعدها؟ صلوا كما رأيتموني أصلي هذا ثاني الشيء تقول صلوا على كونوا على الحالة التي نحن عليها الشيء تقول أنه يتابع الشيء تراجع لما يجي الدكتور محمد ونقري نقرا ما نقله عبد الحميد عن ابن تيمية الله أكبر السلام عبد الحميد مدري التبس علي صورهم ما بالذري وأجي أقول له أنت بيت كذا وهذا بيت كذا نقل عن ابن تيمية كلاما وهذا نقل عن غيره وقلنا لما يجي الدكتور محمد بالدليل المذكور في كتاب أصول الأحكام للإمام أحمد بن سليمان وفي كتاب أشهار الأمير الحسين إنت حديث لم نعثر عليه في كتب الحديث بلفظ أنهم يقول سبحان الله العلى وسبحان الله العظيم ولكن لم نعثر عليه في كتب الحديث. قال مالك
يطرح ولك ولك أفضل هذا الذي يتورك على وليه الأيمن نقول مخالف للهيئة. الأيمن وليس يتورك الأيمن وليس المراد أن الرجل يدخل رجلة الثانية ويجلس على وليه والأيمن على الورق يعني على ورق الأيسر ولا ما هذا يسوي كم درس له جانب تنطبق على الأرض والجانب عاده مرتفع واسطتان من لازم الإنسان إذا تورك أنه يطرح وركه جميعا. قاضي محمد من هيئة التورك إذا جلس على وركه الأيسر أن يده اليمنى تستوي مع مرفقه على فخذه الأيمن ويكون التشهد، لكن رأينا بعض المصلين يقلب التورك فبالتالي يكون خالف الهيئة. قد صلحنا اليسرى محمود قال وري القاضي قلنا له ما قد قال وقد سويناها ما بتجي السواء أنا بين وري الشرعي الوارد في الحديث وفي كتب الفقه، وإذا كتب واحد يصلي عدل هذا يصلي بخلاف من أحد الشراسة، لا يكون هذا الرجل الذي يعكس حجة هذا طالب، وإلا فهذا هو التورك المذكور في كتب الحديث وفي كتب الفقه. والتورك في صلاة الفجر إن هذا عند الشافعية وتلقى الأحاديث كلها تقول أن التورك إنما هو في التشهد الأخير الذي له في الصلاة التي لها تشهدين لا تشهد واحد، وقد تتبع القاضي ورص عليها أنها لا تكون لأن بعد تتبع الأحاديث لا تكون إلا التشهد الأخير فيما له تشهد. أما إذا كان التشهد الأخير وهو التشهد الوحيد لا يشرع فيه. باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام. حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمرو بن عظمة عن مالك بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة صحيح مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج البخاري ومسلم في الوحيد على من يرفع رأسه قبل رأس الإمام. أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل رأس الإمام أن يحوله رأسه رأس حمال. أما هذا فرفوه على أبي هريرة قال ما يكفي من سأل فرفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود أن السنة في ذلك أن يرجع راكعا أو قائما ولا يقف قبل الإمام. وقال خطأ ممن فعله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام يؤتم به فلا تختلف عليه. وقال أبو هريرة الذي يرفع رأسه ويخطب قبل الإمام إنما ناصيته بيد الشيطان. إذا قوي الإنسان يرجع إذا قوي الإنسان دار في بدر مالك أنه يرجع أن تصلي والإمام ساكت في قراءة الصلاة. جاء واحد قوي طبعا دخل المسجد وصلى الله أكبر وأنت وهمت أنه الإمام قد ركع فركعت
ثم انتصف أن هذا الإمام ما قد ركع، هذا الإمام ما لم يركع، ماذا تصنع؟ ذلك أن السنة في ذلك أن يرجع راكعا أو ساجدا، يعني يستدرك الغلط ولا يصمم على الغلط، لأن العلماء اختلفوا في حكم من كان يصلي خلف إمام يقرأ سرا، فسمع واحد يقول الله أكبر، فتوهم أن هو الإمام الذي يصلي به، وهو واحد قوي طمع جاء هاول من البداهي ووصل يقول الله أكبر، عن ما ينبغي شريفا، ما تري إلا وقد سجد الوسوس، فسجد سجد ثم بسر كله جالسي، ماذا يصنع؟ بعض علماء الفقه قالوا يتكسب البحر يجلس، لو يتعلم لماذا؟ قالوا لأنه سيكون فعلين متواليين مخالفة للصلاة، والفعلين المتواليين تبطل الصلاة به، وقالوا يستمر. أما الإمام مالك فقال إذا قد غلط وركع وما ركعوش يستدرك يرجع، إذا ركع وما قد ركعوش، وإذا قام من السجود غلط سمع واحد يقول الله أكبر ساجد قام والناس كلهم ما قد قاموش، فعند علماء المذهب الهدوي كما في شرح الأسهل قالوا لا عاد يرجعش، لأنه سيعمل على رين متواليين بحركتين متواليتين في شيء لم يشرعه ستبطل صلاة. الإمام مالك قال قد خلط يرجع، أما الإمام يقولوا كله يقولوا معه، هذا المسألة محل اجتهاد عند العلماء هل يستمر أو لا. Yes, that is so hard to believe.
في سجدتي الشهر. والدليل لهؤلاء حديث ذو اليدين، وقد جاء في حديث ذو اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاة العشي قيل الظهر وقيل العصر فسلم على ركعتين، وهذا أمر الناس أن يكلموه وفيه كلاس آراء مثل أبي بكر وعمر. فقام رجل اسمه الحبان ابن عمرو ويركب اليدين، أبت همته إلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. صاحب همة عالي كيف يسكت سيده، فقال أبا صلاة الصلاة يا رسول الله أبا سيده. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن، وفي رواية لم تقصر الصلاة ولم أنسى. فقال ذو اليدين بلى يا رسول الله، فقد صوت وصليت ركعتين وسلمت على ركعتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما يقوله ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نفر صلي فكبر تكبيرة الإحرام من جديد وأتى بالركعتين وسلم وسجد للسهو. هذا الحديث صحيح اتفق على إخراجه البخاري ومسلم وغيره. قال علماء المذهب الأول الذين يقولون يبني على ما قد فعل بل يستعرف صلاة الجديد، هذا الحديث لعله منسوخ، وأنه في أول الإسلام حينما كانت الكلمة في الصلاة الخارج عن الصلاة جائزة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود بعدما جاء من الحبشة سلم على النبي وكلمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أحدث أن لا يتكلم بالصلاة. وقال وفي حديث سيد الأرقم كان الرجل يكلم صاحبه ولما نزل قوله تعالى حافظوا على الصلوات الوسطى والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، كان فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. قال الإمام المهدي في البحر الزخاء لعل هذه القصة وقعت في أول الإسلام حينما كان الكلام في أثناء الصلاة جائز. وأجاب عن الشوكاني في نيل الأوضاع بأن هذه القصة متأخرة، والدليل على هذا أنه شهدها أبو هريرة، وأبو هريرة متأخر الإسلام لم يسلم إلا في أول السنة الرابعة من الهجرة، ومات النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع من السنة الحادية عشرة. فأبو هريرة لم يعش مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 4 سنين وشهرين، فهو متأخر الإسلام. هذا حديث أبي هريرة الذي شاهد القصة من أولها إلى آخرها يدل على أن القصة متأخرة، كما أن رواه أيضا هذا الحديث عبد الله بن المغفل. وعبد الله بن المغفل ممن تأخر إسلامه، فهذا دليل صحيح صريح أن من صلى وسهى أن عليه أن يبني على ما قد فعل فيأتي بالركعتين أو بالركعة الواحدة في صلاة المغرب ويسجد للسهو بعدما يسلم. هذا هو الذي رجعه
الشهيد محمد بن اسماعيل الامين صححوا ما على ان حديث اليدين صحيح ومتاخر. حتى ثني يحيى عن مالك عن ايوب بن ابي تميمه عاصم الثاني عن محمد بن سيرين عن ابي هريره الذي اختار الشوطاني